ناس كتيرة قوي قالت لي على الفستان الكروازيه، يلا انا وانت نعمل الفستان الكروازيه خطوة بخطوة بشكل سهل وبسيط، وكمان فيه كسرات وجيبة كلوش وكل ده بشكل جميل قوي قوي ومن الصفر. وكمان مش كده وبس، احنا هنعمل كمان فستان الكروازيه بالكيس النايلون اول مرة على قناة تعليم الخياطة عمري احمد، يلا انا وانت نعمله بشكل سهل وبسيط قوي. واكتبي لي رايك في التعليقات، والصلاة على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا احمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا انا وانت نعمل فستان الكروازيه بشكل سهل وبسيط قوي. نعمل اجمل فستان كروازيه خطوه بخطوه. بصوا بقى يا جماعه، اول حاجه خالص كده هنبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا نحط ربع دوران الصدر معانا من هنا بالشكل ده، هنبدا ننزل بالطريقه دي كده بطول الظهر كامل، وبعدين هنبدا ننزل من هنا بطول حرده الرقبه الاماميه بالشكل ده، طول حرده الرقبه الخلفيه طبعا عرضها، قصدي ربع حرده الرقبه الاماميه والخلفيه، هنا العرض هنا الطول تمام. طيب وبعدين هنبدا ننزل بطول الظهر، نص طول الظهر بنقسمه على نصين، ننزل هنا الطول كامل وبعدين بنقسم النص والنص. النص الاولاني بنحط فيه ربع دوران الصدر علشان نعمل حرده الجيرو، والنص التاني بنسيبه علشان خاطر هو ده دوران الوسط، وده اللي احنا هنقسمه. نبدا ننزل من هنا 3 سم ميلان الكتف بتاعي، نبدا نحط خط بدون مقاس، وبعدين نبدا نيجي من هنا كده بطول الكتف، بصوا بالطريقه دي اهي، وبعدين هنبدا ننزل من الكتف على دوران الصدر، وبعدين هنبدا نرتفع من هنا 6 سنتي، نخش هنا 1 سنتي، نبدا نعمل حرده الجيرو بتاعتنا بالشكل ده، وبعدين هنبدا نقسم الوسط بتاعنا اهو بالطريقه دي تمام. طيب الكروازيه اللي موجود معانا النهارده هو كروازيه فيه كسرات كمان، مش كروازيه كده وعادي وخلاص، لا ده كمان فيه كسرات، عشان كده هنعمله على الكيس النايلو علشان اول مره نعمله بالكسرات على الكيس النايلو. اول حاجه هنبدا نعملها يا جماعه، نيجي من هنا ونطلع 10 سنتي بالظبط من عند الوسط، ونبدا نوصل، هبدا اجيب المسطره اطول شويه، هبدا اوصل النقطه دي مع النقطه دي، اي نقطه الكتف مع نقطه الكروازيه بتاعي بالشكل ده. كده انا عملت الباترون بتاع الكروازيه، بس طبعا لسه ما عملتش الكسرات بتاعتي، بس انا محتاجه اقص الكروازيه الاول، وبعدين ابدا ان انا اشوف بقى هعمل الكسرات دي فين. فانا بصيت كويس قوي في الصوره اللي اتبعتت، الصوره موجود فيها الكروازيه، موجود الكسرات، الكسرات مش موجوده من فوق، يعني معنى كده ان هي ماخده الكسرات من تحت بس تمام. فانا هشرح الموضوع ده اتعمل ازاي. طبعا اهم حاجة بس يا جماعة، لو عجبك الفستان والشرح كمان عجبك وبسيط، والفستان هيعجبك ان شاء الله لان هو فعلا حاجة مبهرة جدا. لو عجبتك كل الافكار دي اهم حاجة اللايك الجميل والتعليق الاجمل، الاشتراك ده طبعا اختيارك انت. بصوا بقى يا جماعة، هنبدأ اول حاجة خالص كده نعمل اول كسرة من تحت، وتاني كسرة، وتالت كسرة بالشكل ده. طيب وبعدين هنبدأ بقى ان احنا نقص الخطوط دي تمام، وبرضك نفس الحكايه نقص هنا. انا هنا يا جماعه بوسع الكسره اكتر من التخطيط اللي انا مخططاه، ليه بقى؟ علشان خاطر دي زياده بحيث ان انا ايه ما الفش الفكره معايا او القصه معايا. طيب دلوقتي بقى كيس النايلون اللي انا هستخدمه مش اسود عشان يظهر فيه الكروازيه ويبقى واضح، هنختار الكيس الاصفر تمام علشان خاطر يظهر الكروازيه بصورة سهلة وبسيطة من غير ما افكه من غير ما اعمل فيه اي حاجة خالص. هبدأ اجيب الكروازيه بتاعي من هنا كده، وهبدأ ان انا اعمل كده اهو، اثبت بالشكل ده، وهاجي اثبت من هنا بردك بالشكل ده اهو بالطريقة دي، وبعدين هبدأ ابعد كده اعمل تباعد بس كده شوية. طبعا الكسرة هتبقى مثلا على حسب انت حبها قد ايه وبتعمليها. لحظة واحدة بس كده، هنبدأ بس نعمل كده الكسرة الاولى اهي بالشكل ده، وبعدين هنعمل الكسرة التانية. الموضوع سهل قوي يا جماعة وبسيط ومن الصفر، كل اللي عليكي بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل، الاشتراك ده طبعا اختيارك انت، ولو عجبك الفستان اكتبي لي في التعليقات تحت، ولو عجبك قوي قوي اعملي له شير عشان خاطر ناس كتيره تستفاد منه. هو فستان كروازيه سواري بشكل سهل وبسيط قوي ومن الصفر.
يلا بينا نبدأ نقص. بصوا بقى، أول حاجة هنبدأ نعملها هنيجي من هنا، تمام اهو. بس على فكرة أنا مش هشيل خالص الباترون بتاعي غير لما أبدأ أعمل. بصوا كده أنا بس بقص واحدة واحدة علشان المقص هنا أصلا الكيس النايلو ناعم جدا. هو فستان كروازيه ينفع للخروج وينفع طبعا للسواريه، ينفع لكل المقاسات وكل الاعمار، مش فكره مثلا ان هو ايه انيساتي فهو انيساتي، لا ممكن اي مثلا لو انت عندك بنوته تاخدي نفس الفكره وتعمله لها اهو. تمام انا بس بحاول اشيل كل الاجزاء اهي، هبدا بقى اشيل كده دلوقتي. قبل ما اشيل بقى اي حاجه خالص كده هحدد هنا مكان الكسره بتاعتي بنفس الدبوز طبعا اهو. هنا هتشوفيها مريم، اه هشوفه ان شاء الله يعني لو هو اه رفيع بس هنشوفه. هنبدا نشيل بقى من هنا كده الدبابيس بتاعتنا كلها بالطريقه دي. الكسرات بتاعتي ما ينفعش ان هي تبقى مرفوعه لفوق، تمام اهو. ثانية واحدة بس نبدأ نشيل. طبعا في هنا معايا زيادة هبدأ افصلها هنا وهبدأ افصلها من هنا، نفس الحكاية من هنا اهي. اصبح معايا الكروازيه واضح جدا وسهل وبسيط. هبدأ بقى ان انا اعمل الكسرات اللي انا عملتها بالايه بالدبس. اول كسرة معايا اهي، تمام اهي اول كسرة نبدأ نجيبها كده ونعملها كده بالشكل ده. هبدأ اجيب بس الدباسة بالطريقة دي. تاني كسرة معايا اهي، تمام مش عايزة من فوق، انا مش عايزة الكسرات دي تجيلي من فوق، كل الكسرات المفروض بتاعتنا من تحت اهي. تالت كسرة اهي، تمام ودي اعتقد ان هي اكبر كسرة فيهم كلهم اهي، هنشيلها. احنا طبعا مش عايزينها تتأثر باللي فوق خالص اهي، تمام. ادي الكسرات بتاعتي يا جماعة بعد ما عملتها في الكروة دي بالشكل ده. هبدأ بقى اركنه كده على جنب وهبدأ اعمل الكسرات دي وارجع لك تاني. بصوا بقى يا جماعة، بعد ما عملت الكسرات بالشكل ده هبدأ اجيب الكروازيه بالطريقة دي اهو وهبدأ ان انا اقفله كده، تمام. وليه بس رأيك في الفستان؟ هو فستان كروازيه سواريه بشكل سهل وبسيط زي ما انت شايفه كده، وانا هوضحهولك اكتر كمان بالنقط اللي احنا هنبدا نعملها، زي مثلا النقطه دي. لا خلينا نجيب واحده اطول، خلاص نجيبها فاضيه عشان تبقى واضحه اكتر اهي. هنبدا نركبها بالشكل ده لحظه واحده، وهنبدا نيجي بردك من هنا، وهنبدا نيجي من هنا اهو، شايفه ازاي؟ تمام بالطريقه دي. وبعدين هنبدا نيجي بردك من الناحيه دي ونحط هنا، بس طبعا مش هحطها في كل الكروازيه بتاعي، لا هحطها في الحته اللي ظاهره بس، تمام اهي. وليه بس رايك وعجبك؟ هو فستان سواريه بشكل سهل وبسيط قوي ومن الصفر، الخطوات بتاعته خطوات بسيطه، شكله النهائي مبهر وساحر وجذاب جدا، يعني الفكره بتاعته حلوه قوي 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 اهو، تمام. بصي بشكل سهل وبسيط هتشوفي بقى شياكته وجماله. بصوا بقى، بصوا يا جماعه ادي شكل الكروازيه بعد ما ركبناه وعملناه. ناقص بقى الجيبه بتاعته، الجيبه بتاعته المفروض ان هي تبقى كلوش، فانا فكرت الصراحه لو عملتها على الورق هتبقى رخمه، ولو عملتها على البلاستيك الاصفر هتبقى مش باينه، ولو عملتها على الاسود مش عارفه هتبقى حلوه ولا لا. فتعالوا بينا كده نشوف نعملها على ايه. ممكن ان احنا نعملها الجيبه الكلوش على الورق احسن، على الورق احسن عشان توضح لي حتى الرسمه، يعني حتى توضح لي الفكره نفسها. بصوا اهو بشكل كده سهل ومبسط خالص يا جماعه. هنبدا نيجي من هنا خطوه بخطوه اهو، شايفه ازاي؟ هنبدا نيجي واحده واحده، نحط ربع دوران وسط من هنا الطريقه دي. الكلوش بتاعي هيبقى كده، هختار الطول اللي انا عايزه انزل بيه والف بيه لفه كامله بالطريقه دي اهو، الطول اهو تمام.
بالطريقة دي. أهم حاجة بس يا جماعة تشوفي الفستان خطوة بخطوة. هو فستان سواريه ساحر جذاب بطريقة شيك جدا وسهلة ومن الصفر. من كتر ما فكرته سهلة انت نفسك هتحبي قوي. اهو شايفة ازاي كده. وهنبدأ نيجي من هنا بردك ونوصل بقى كده النقط بتاعتنا بالشكل ده. اكتبي لي في التعليقات لو عايزة تفصيلة تانية غير دي او واحدة تانية. ولو انت اول مرة تشرفيني في القناة فياريت تشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل جديد بنزله في القناة بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا احنا بننزل فيديوهات في كل الاوقات صبح بالليل. طبعا في فساتين كتير او بننزلها زي مثلا فستان الخروج اللي نزلته امبارح الفجر. ده فستان جميل جدا جدا وكان حلو قوي كمان. هو جلابية وكمان عملت فستان وجلابية ما عملتش جلابية فستان بس امبارح. فهنبدأ بقى ان احنا نقفل كده. طبعا عشان كل ده ليه بقى؟ قالت لي يا مريم انا عايزة الجلابية دلوقتي حالا وعايزاها في اقرب وقت علشان خاطر ايه ورايا شغل وكده. فقلت لها من عيوني الاثنين وفعلا بدأت ان انا عملت لها الجلابية بشكل سهل وبسيط بردك ومن الصفر اهو. طبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده الكروازيه معانا اتعمل بنفس الصورة والفستان نفسه اتعمل بنفس الصورة. بس هنا مش واضح لك ليه بقى؟ لان ده طبعا شفاف وناس كتير قوي اقترحت عليا الشفاف اللي اكتر من ده اهو. ناس قالت لي بالابيض كمان فانا اقترحت الاسود الاصفر احلى. تمام هنبدا بقى يا جماعه اوريكي الشكل النهائي واكتبي لي رايك في التعليقات واللايك الجميل والتعليق الاجمل. وايه رايك في الفستان السواري اتعمل ازاي وعجبك ولا لا وفكرته. طبعا الجيب عملناها كلوش علشان خاطر تبقى الفكره بتاعتها سهله بردك وبسيطه قوي. لحظه واحده اوريكم الشكل النهائي. بصوا بقى يا جماعه ده الشكل النهائي للكروازيه اتعمل بصوره سهله وبسيطه قوي. وادي الفستان كله اتعمل في منتهى الشياكه والاناقه وحاجه كده جميله. يعني اهم حاجه بس ان انت تستمري في الفيديو واحده واحده واللايك الجميل والتعليق الاجمل. الاشتراك ده طبعا اختيارك انت او قرارك انت والصلاه على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله. بصوا شياكه وجمال حاجه جميله قوي يا جماعه وجميله يعني من الصفر. كل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا في امان الله. مع تحيات تعليم الخياطه عمري محمد. يا رب تكون تفصيله سهله وبسيطه وعجبتك. اهم حاجه اللايك والتعليق والاشتراك. وكل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا.